الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. قولي عملت ايه؟ جمعت لي كل حاجة في الملف ده. طب لقيت أي حاجة غريبة؟ لقيت أي حاجة غريبة؟ قولي ما لقيتش إيه غريب، بس أغرب حاجة كان في خيط غريب قوي، فضلت ماشي وراه لحد ما قررته. اللي هو إيه؟ اسم الأم. والست دي كانت متجوزة واحد من منطقتكم هنا، بس مات. اسمه إيه بقى؟ اسمه حسن خياط. حسن خياط؟ آه. أنت متأكد؟ متأكد. اللي أنا شايفه على وشك ده بيأكد لي إن معلوماتي كلها صح. واضح إنك تعرفيهم كويس. أعرفهم كويس أوي. بس في حاجة غريبة أوي. اللي اسمه نعيم ده يبقى ابنها بس من راجل تاني. اسمه محمود نعيم الغنيم. إيه؟ تفكري في حاجة؟ طب قولي لي أفكر معاك، يمكن أقدر أساعدك. لا أصلي في شوية حاجات كده في دماغي بظبطها. زي ما تحب. بقول لك ايه؟ رقم المحضر اهو، وده الرقم اللي كلمتني منه ضاي. زي ما وعدتني هي فوزي. ما تقلقيش، وبعدين ضاي دي زي اختي الصغيرة، مستحيل اخلي حد يضايقها. الله يكرمك. ده جاي على حساب قديم بقى. هو ايه علاقته اللي كان بين ابويا وحسن خياط؟ ضحايا الله جوزهم الاولاني، وكمان قبل ما يتولد. بس مش انتي بتقولي ان امه طلعت هربانه من المنطقه؟ يبقى اكيد زرعت في الواد الغل. الكلام ده من زمان قوي يا ورد. الحكايه دي مش خالصه، وفيها حوار نجس قوي. حوار واحد؟ دول 50 حوار، بس لازم نفهمه. طب وهي امه دي ميته ولا عايشه؟ ماتت. بس احنا معانا اللي يفضحه ويطلعه كدام قدام اهل المنطقه كلهم. هنروح نقول لهم ايه؟ امه كانت متجوزه حسن خياط؟ ايوه، بس انتي بتقولي ان حسن الخياط ميت بفضيحه، وابوكي اللي سبب فيها. حتى لو ده حصل هيضحك عليهم وهيديهم فلوس، وفي الاخر ان الله حليم وستار. وادي حرز عمك الرمه اهو. رمه؟ هي بقت كده؟ انا مالي؟ أخوك اللي قال هينزل نيابة بكرة على فكرة. وعادي كده؟ محدش هيحس مثلا إن الحرز اتبدل؟ عادي يعني، الراجل كان في السجن بس هيطلع. لازم. ده دين؟ لا دي جميلة. وحط خطين تحت كلمة جميلة، اللي خرجك سلام من سعد، ماشي؟ آه، بس لولا سعد ما كناش عرفنا سلام ولا شمس خرج، فواحد يعني. أنا ولا خرجته عشان دين ولا جميلة ولا نيلة. أنا خرجته عشان كان متلقح في الحارة 40 سنة واللي عنده كتير وهينفعنا. لما نشوف. فين بقى؟ فين يا باشا؟ فين؟ أنتوا مش ملاحظين حاجة؟ إيه؟ اللي اسمه نعيم ده ظهر بعد اللي عمله مع سعد الخياط وحفره في شقة أبو سكر. ده ايه دخله في الموضوع؟ تفتكري في ملوك اللي حصل؟ دخلت الواد نعيم علينا من الاول خالص، مش مريحة. بس اللي جابهولي الشيخ ايهاب وكان جاي يفك كرب. كرب؟ ده هو الكرب بذات نفسه. الواد عارف هو بيعمل ايه كويس قوي. يعني تقصد ان حكايه اخوه دي متدبرة؟ لا أنا ما أقصدش، بس هو كان واخد سلام سكة يعني، ولما خلص من سلام دور عليك. طب ما سعد حفر وما طلعش حاجة، وحسن الخياط من 40 سنة حفر وما طلعش حاجة، هو بقى جاي عايز إيه؟ أصل صعب بصراحة شمس يعني. معقولة ما معكوش تاني؟ قول لي يا أخي أصرفها لكم. لا صدقوا، كله كان على قدينا. وبعدين أنت مستعجل على إيه؟ ده في منها ألوفات. بتاعتك. في منها تاني؟ كتير. يا خوف يا نعيم، لا تكون الست الوالدة بتبالغ تاني. انت
اصل بصراحه نعيم يعني مش راكبه في دماغي ان الناس بتسلم على بعض تحت الارض من كتر الحفر. صعب. ها بيحصل. سعد اكدت من كلام سعد. مفيش حد حفر ورا ابويا من بعد ما السوق اتعمل. واللي كان لقى حاجه كان هيبان عليه. هو معلش نعيم يعني برضه النيمو مكتوب عليها ايه؟ الخليفه المستنصر. الله يرحمه. حضرتك اللي في ايدك دي 30 سنه وهتتم 1000. لا ما شاء الله مذاكرين. ماشي.